العد العكسي لاستقبال اللقاحات قد بدأ، فمع إطلاق المنصة الإلكترونية الثلاثاء يصبح بالإمكان معها أن يتم التسجيل لتلقي اللقاح وفق آلية سهلة ولا مجال فيها لوسطات. المنصة الإلكترونية كل شخص بده يحط هو اسمه، وين ساكن، قدي عمره، أشياء بسيطة يعني هينة كتير للتعباية، وساعتها بيجي بوش بعدين أنه أنت موعدك بالمحل الفلاني الساعة الفلانية، ورح تتنظم الامور هيك اوتوماتيكيا، يعني بطل في حدا يتدخل بالموضوع. واول اللي بدهم يتلقحوا هن مثل ما حكينا دائما هن الجسم الاستشفائي والطبي والتمريضي والعاملين بالمستشفيات يعني كلهم. وساعتها من بعد نفس الوقت بنفس الوقت كل شخص عمره فوق ال 75 سنه، وبس نخلص من الفاز اون يعني اول مرحله رح تيجي تاني مرحلة، هن الناس اللي فوق ال 65 سنة، بين ال 65 وال 75، واللي بيكون عندهم أصغر بيكون عندهم عاهات مرضية أو شيء. لحديت هلا يعني الأمور ماشية مثل ما لازم، والأطقم الطبية والتمريضية عم تتدرب على هالموضوع، المستشفيات تنقت تقريبا أغلبيتها أو المراكز إن كان حكومية أو جامعية. بتوزيع المستشفيات اللي رأيناهن، هل هن كافيين؟ يعني كسروان منطقة كبيرة في بس 2 مستشفى، يعني مثل ما أنا حكيت لازم يكون في أكثر بكسروان طبعا، وأنا سميت لهم وين، وهلا بدنا نشوف. أنا ما شفت اللائحة النهائية بعد، بس أكيد رح في شيء انحط، هيدي منا نهائية يعني انحطت بالإعلام المستشفيات التي اعتمدت، هيدي منا نهائية؟ لا، منا نهائية أبدا. والشيء اللي بدي أقوله أنه بالأول نحن مش بحاجة نحط 30-35 مركز يعني مثل ما حاطين قبل، نحن بحاجة لشي 10-15 مركز لأنه مش جاي كميات كبيرة هلأ. اللقاحات التي طلبتها الدولة اللبنانية ستكون مجانية لكل القاطنين على الأراضي اللبنانية، فيما أبدت الشركات الخاصة والجمعيات استعدادها للمشاركة ولا معارضة على الموضوع، شرط أن يكون ذلك مثبتا في وزارة الصحة لتكوين داتا بعدد الملقحين. جايينا حسب فايزر بأول سنة رح يجي 1,500,000 للبنانيين و 600,000 للمقيمين بلبنان لقاح، بس هذا بده ينقسم اثنين، لأنه بالمبدأ يعني الشخص بده ياخذ جرعتين على ثلاث أسابيع من بعد أول جرعة. يعني بدك تعتبري أنه في تقريبا عم نلقح 1,050,000 شخص بفايزر. زيادة عن فايزر في عنا اشتراك بمنصة كوفاكس، يلي من شي أسبوع تقريبا فخامة الرئيس عمل اعتماد ب 27 مليار ليرة لوزارة الصحة وللمالية تقدروا يدفعوا قيمة 1,700,000 لقاح. نحن في وضع حرج جدا، وعلى المواطن الالتزام وإلا. ونحن وصلنا تقريبا ل 22% من الفحوصات اللي عم نعملها عم تكون إيجابية، بس نقارن مع أمريكا اللي هي معتبرة حالها أنه عندها مشكلة كتير كبيرة، هني عندهم 9.5%، نحن كتير 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 كتار كإصابات، وهذا شيء خطير. اللوك داون كان أساسي وإجباري. نحن هلأ بوضع خطير لأنه جايتنا الموجة الجديدة تبع السلالة الجديدة اللي بعدها هلأ عم تفتك بالعالم، وهيدي أخطر بكتير من الأولى. ونحن هيئة بلبنان عندنا إياها بشكل سريع وقوي، لأنه مثل ما عرفتوا بآخر نتائج طلعت عنا قاعدة ومكترة، يعني إن شاء الله نقدر نهديها. هي مرحلة صعبة لا شك، التهاون جريمة والالتزام بالإرشادات بات أكثر من ملح.